الشهيد حي غير ميت، وكل خوفنا من الموت. القرآن الكريم يطمئن الشهيد بأنه ليس بميت، حي بحياة سعيدة يشعر فيها بالشعور الكريم الآمن، ويرزق رزقا حسنا كريما من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الشهادة فيها تأمين من الموت وهي بداية حياة سعيدة كريمة، فإذا فليعشقها العاشقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا دموع الوالهين، إن في الدمع الحنين، كيف يخفيك الحزين حين تبديك العيون. يا دموع الوالهين، إن في الدمع الحنين، كيف يخفيك الحزين حين تبديك العيون. هل سأبكي الراحلين بعتاب وأنين، أم أزف العائدين عرسهم فوق المتون. هل سأبكي الراحلين بعتاب وأنين، أم أزف العائدين عرسهم فوق المتون. دم الشهيد إذا سقط فبيد الله يسقط، وإذا سقط بيد الله فإنه ينمو. عاد في ثوب الشهيد في الوغى صان العهود، من جراحات الوريد قد تعلمنا الصمود. عاد في ثوب الشهيد في الوغى صان العهود، من جراحات الوريد قد تعلمنا الصمود. كللوه بالورود، إن في التشييع عيد، واتبعوه للخلود، ذاك نهج الثائرين. كللوه بالورود، إن في التشييع عيد، واتبعوه للخلود، ذاك نهج الثائرين. شهداؤنا كل أمجادنا، شهداؤنا هم قرآننا الناطق، شهداؤنا هم أبناء أبي عبد الله الحسين كما أراد أبو عبد الله الحسين. قد مضى من كربلاء في ركاب الشهداء، قد مضى من كربلاء.